باش نعملوا روسيت جديده. بعد ما عملنا صوص بلانش وبعد ما عملنا صوص روزي، توا باش نعملوا مكرونه ايوليو. توا وقت الارتيشو والجناريه حاجه ياسر بنينه وحاجه مانيش مستنسين نعملوها في الليبات نتاعنا، اما راهي روسيت سهله وبتعمل 66 كيف. جينا ريفيون كيما قلنا، ولي روسيت هذوما نجمو نسحقوهم وندلو بهم الزانفيتي نتاعنا. دونك اليوم باش نعملوا مكرونه الجيتاره. الجيتاره غنينا معاها يا شيخ. الجيتاره عندنا حويجه هكا على الجيتاره. هو ديجا انا كنت طيب نسمع نغني. دونك الجيتاره هذيا دونك كيما قاعدين تشوفوا فيها هي فورم او، تشبه برشا السباغيتي مي اخشن شويه، مي مقرونه ياسر بنينه. ونتبعوا جوست طون دو كويسون اللي موجود في الامبلاج اللي هو 12 دقيقه. هذه اكثر وحده تاخذ وقت، مي مقرونه ياسر بنينه. ميسه ديريك المقص راه ما يجيش، لازم نحطوا حاجه قبل المقص. انت حط الملح وانا هاني باش نقص. باه هاي سيدي. اوب اوب باه. هذوما كالعاده المقرونه نتاعنا رانا ما نطيبوها كان في الماء والملح. راهو اذا كان جبنا حاجه جديده راهو ما نجموش. اول حاجه قلنا حطينا الملح، وباش نحطوا شويه زيت زيتونه في القلايه نتاعنا، ونحطوا الجيتاره على كيما قاعدين نشوفوا فيها. اول حاجه نحطوها هي خاطر تشد لنا شويه وقت في الكويسون. ثم حاجه اخرى قولي ردوا بيه. هاك الجماعه اللي تقص المقرونه. لا ما عادش هذوكم، ما عادش. ايه ما عادش علاش؟ زعما باش تشيب فيه ساعه ولا زعما؟ لا ما عادش هذوكم. ما عادش قلت لك. لا ما عادش. ما عادش. مازالوا ولا فاطمه؟ شويه. مازالوا. اسمع وك الجماعه اللي طيبوا المقرونه ونجربوها اوب يعملوا لها ضربه في الحيط، هذاك راهو زاد كيف كيف. غلط. باهي دونك عندنا اوب شويه زيت زيتونه، ونحطوا الكلوفيس نتاعنا كما قاعدين نشوفوا. هنا شوية ثوم. وي. وشوية فلفل شايح، البيبيرونشينو. ولا اللي وزوز. وي. احنا نجموا زادة كيف كيف نعاونوهم بشوية الماء تاع. ولا. توا باش ناخذوا كعبتين اختيشو كيما قاعدين تشوفوهم، هذوما الاختيشو فيوليت طيبين على رومان. شو معناها؟ دونك يتقشروا وينظفوا ومن بعد نطيبوهم هكا، نطيبوهم كيما قاعدين تشوفوا فيهم هكا كيما قاعدين تشوفوا في الطريقه اللي نطيبوا بها. باش نزيدوا عليهم شويه ثوم، شويه مونت فريش، ونغطيوهم بالكوفيركل ونخليوهم يرجع عليهم الفابور ولا في القلايه يرجع 10 دقائق ونخاو كعبت الاختيشو طيبين. باه نقصوا الاختيشو نتاعنا وكيف كيف نزيدوهم على الكلوفيس ونخليهم يسيبوا كل البنه نتاعهم هنا كيف كيف. هلا هوب دونك كما قاعدين تشوفوا الكلوفيس بدا يخرج هيك بدا يتحل وسايبك البنه نتاعو. ولا اش قالكم المقرونه؟ شنو هذا وقتي نتاعها؟ ما عندناش فيح هوني، عندنا كاين جوست شويه هكا فلفل اكحل. لا لا ما نحطوش ملح على خاطر الكلوفيس مالح، نردو بينا ويسايبك البنه نتاعو والملوحيه نتاعو. هلا دونك شويه بركه فلفل اكحل. دونك مقرونتنا حاضره. يام 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 يام. كملنا الكويسون وتوا ديريكت باش نحطوها في الصوص. اخر حاجه نعملو اوب شويه معدنوس. عاودة في جديد. اخر حاجه باش نعملو اوب شويه معدنوس.
ومكرونتنا حاضرة. نعملوا شوية زيت زيتونة بعد ما نطيبوا مكرونتنا. فاطمة بتذوق ولا ايه؟ اكيد حبكم تعاودوا الغوسات لبنينة هذيا بونغولي اختشو ابوتان مقرونة ياسر بنينة.